حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا ضمن فقرة مشهد حسيني اليوم رصدنا حالة جميلة جدا، حالة تدل على الكرم، خاصة الكرم العراقي. هذا الكرم المتواجد في كل البيوتات العراقية اللي تفتح أبوابها اليوم لاستقبال زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، خاصة أثناء انطلاق مسيرة الأربعين، مسيرة العشق الحسيني. نشاهد البيوت فاتحة أبوابها لاستقبال زوار أبي عبد الله الحسين، مو فقط فاتحة أبوابها بل تتمنى أن يدخلون زوار أبي عبد الله الحسين إلى بيوتها وتتشرف بخدمة أبي عبد الله من خلال غسل ملابسهم، من خلال يعني تقديم الطعام والشراب وتوفير أجواء مناسبة حتى للمبيت. يعني احنا نشاهد إن شاء الله من خلال هذه الصور المعروضة على التلفاز، يعني حقيقة يعني أنا أعتبرها فت قصة جميلة جدا، يعني قصة الأربعين نستلهم منها كثير من الدروس والعبر أثناء مسيرنا. نشاهد فتحالات إيجابية، يعني فتحالات إنسانية، فتحالات اليوم إحنا نشير إلها بالبنان. يعني حقيقة يعني احترامي وتقديري لكل دول العالم، لكن ماكو أعتقد دولة بالعالم تشاهد وتلاحظ ما يفعله العراقيون من تقديم الخدمات لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يعني مو فقط لسان، يعني عن لساني، مو فقط عن لسان محبين أهل البيت اللي ديتون إلى مدينة كربلاء المقدسة من مختلف الجنسيات. احنا نشاهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يقولون كرم العراقيين ما إلى مثيل، يعني حتى تقديم الطعام، تقديم الشراب يكون بما يعني يتمناه القلب وبما تتمناه العين بأفضل صورة، ويتفاخرون بهذا الشيء خدمة لأبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت دا تلاحظين نهاوند هذا العشق لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أكيد إسراء، إحنا يمكن في فقرة حديثنا طرقنا على مسألة أنه القيم في عاشوراء. صراحة نقول زوار الإمام الحسين عليه السلام وخدمة الإمام الحسين بذاتهم دا يصنعون فت قيم معينة اللي هي يعني خلينا نقول أنه قريبة جدا أو تجسد تلك القيم التي جاء بها المولى أبي عبد الله الحسين. مسألة الكرم الحسيني، يعني مسألة الكرم الحسيني هي صورة مصغرة للموقف الذي يعني أنه حينما رشف الإمام الحسين عليه السلام خيول القوم، حينما طبعا أنه يعني يشهد التاريخ هذا الموقف، نجد اليوم طبعا الخادم للإمام الحسين عليه السلام أو بعض من البيوتات اللي تفتح أبوابها بصورة مجانية، وأعتقد هذه الصورة ما موجودة بالعالم أجمع. لكن الدافع كل إحنا نعرفه أنه حب المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونيل الأجر والثواب هو اللي يدفع الشخص. إسراء، مر العراق بمراحل أمنية صعبة جدا، وليس بالهين أنه الإنسان يدخل إلى بيته أي كان، لكن حينما يحمل ذاك الإنسان هوية الإمام الحسين يكون استقرار قلبي أو اطمئنان لهذا الإنسان. فكل ما يقدم إن شاء الله في قضية المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام مشاهدين إلها مردودات الإيجابية بداية على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي بإذن الله تبارك وتعالى.